السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، اهلا بيكم النهاردة في فيديو جديد. الفيديو النهاردة ان شاء الله لازالة التجاعيد، وكمان هنعمل تفتيح جميل قوي قوي للبشرة ومفيد جدا للبشرة، وكمان بيزيل حب الشباب. الوصفة بتاعتنا عبارة عن مكونين اتنين فقط. يلا بينا تابعوني لاخر الفيديو، وما تنسوش لو اول مرة تدخلوا قناتي اشتركوا معايا في القناة، نضغط على زر اشتراك او سبسكرايب، وكمان نضغط على الجرس عشان كل الفيديوهات اللي بنزلها توصل لكم اول باول باذن الله. هنبدا نعمل الوصفه بتاعتنا ونقول المكونات بتاعتها. اول مكون هستخدمه النهارده في الوصفه بتاعتي ان شاء الله هو الجل. اول مكون هحتاجه النهارده ان شاء الله في الوصفه بتاعتنا هو جل الصبار، جل الالوفيرا زي ما انتم شايفين كده. ده عباره عن جل انا بشتريه جاهز من الصيدليه او من السوبر ماركت، وفي برضو العبوه الصغيره ممكن تجيبيها برضو رخيصه مش غاليه، دي ب 15 جنيه. وممكن برضو انت تستعملي الصبار اللي هي النبته العاديه اللي احنا بنطلع منها الجل وبناخد منها الصبار. انا هاخد هنا معايا معلقتين من جل الصبار اهو، هي الكاميرا بس مبينه فاتح شويه بس هو اخضر زي ما انتم شايفين كده اهو. اهو هاخد برضو كمان معلقة كده معايا كده، انا معايا معلقتين من جل الصبار. هضيف ليه بقى كمية صغننة مش كتير قوي، يعني تقريبا نص معلقة من معجون الاسنان، ويفضل يكون معجون الاسنان بالنعناع اهو زي ما انتم شايفين. هبدأ اقلب كده عشان امزج الجل مع المعجون بالشكل ده. هنقلبه كويس جدا، وانت بتقلبي كده هتبصي تلاقيه بقى عامل معاكي زي القوام الكريمي، شايفه اهو بقى عامل زي الكريم اهو زي ما احنا شايفين بالظبط. هستخدمه ازاي؟ طبعا على بشره نظيفه جدا لازم نغسل بشرتنا كويس جدا، ويفضل ان احنا نعمل تقشير للبشره مره واحده في الاسبوع. والتقشير احنا قلنا قبل كده يا اما بالسكر وزيت الزيتون يا الملح وزيت الزيتون. بالسكر لو انت بشرتك حساسه، لو انت بشرتك عاديه ممكن تستخدمي الملح وزيت الزيتون عادي جدا. على بشره نظيفه هبدا اخد من الكريم اللي انا عملته ده اهو بالشكل ده، وهبدا ادهن بيه البشره. شايفين يعني قوامه عامل زي الكريم بالظبط زي ما احنا شايفين كده. هبدا افرده كده على البشره بحركه دائريه وافرده، وهفضل ادلك فيه عشان البشره تشربه كده دقيقتين بس هتدلكي، وبعد كده هتسيبيه لمده 10 دقائق فقط، وبعد كده هنغسله عادي جدا. هتشوفي نتيجه تحفه جدا جدا، بيزيل التجاعيد وكمان بيعمل تفتيح جميل جدا جدا للبشره. وصبي عليه لمده اسبوع وهتشوفي نتيجه حلوه قوي قوي باذن الله. الوصفات الجميله اللي بتزيل التجاعيد حوالين العين وحوالين الفم، الخطوط اللي بتبقى رفيعه في الجبين، طب اعملي الوصفه دي وهتشوفي نتيجه رائعه وممتازه جدا جدا باذن الله. حبايبي ده كان الفيديو بتاعنا، فيديو سهل وبسيط جدا، اتمنى ان شاء الله ان انتم تستفادوا بيه. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وتشجعوا جيجي وشيروا الفيديو لكل اصحابكم عشان الكل يستفاد، وان شاء الله استنوني في فيديو جديد وصفات جديده مع جيجي كل حياه. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.